قبل شهر من الآن أطلق فيلم باربي الذي يحتوي مشاهد تنافي الفطرة الإنسانية والقيم الإسلامية وفق بعض من شاهدوه. فيلم كان من المقرر عرضه في أحد أشهر مطاعم العاصمة نواكشوط وبرعاية أحد البنوك المحلية وبترويج مشاهير موريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حفيظة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وطالبوا بحظره. موجة الاحتجاج التي عرفتها مواقع التواصل الاجتماعي الموريتانية بعد تداول مقطع فيديو دعائي لعرض الفيلم المثير للجدل دفعت رئيس سلطة تنظيم الإشهار إلى الإعلان عن حظر عرض الفيلم وعن تطويق انتشار الدعاية الإعلامية له، راجيا في تدوينة له عبر فيسبوك ممن لاحظ أي نوع من الدعاية على أي وسيط أن يبلغ سلطة تنظيم الإشهار عنها بأي وسيلة. المطعم الذي كان من المقرر عرض الفيلم المثير للجدل فيه قالت إدارته إنها لم تكن على علم بفحوى الفيلم، مضيفة أنها قررت وضع حد لعرضه فور علمها بمحتواه الذي وصفته بالخادش للذوق العام والمخالف لتعاليم ديننا الحنيف. بدوره أعلن المصرف الذي كان يرعى عرض الفيلم التراجع عن عرضه معبرا عن اعتذاره للجميع. الفيلم المذكور كانت قد وجهت له من قبل انتقادات لم تأتي فقط من قبل مسلمين بل وجهت أيضا من قبل مؤثرين غربيين لا يدينون بالإسلام، فقال بعضهم إن الفيلم يهدف إلى تقويض الفطرة الإنسانية والقضاء على قيم الأسرة. الجدل الذي أثاره الفيلم دفع عدة دول عربية إلى حظر عرضه فيها على غرار الكويت التي ردت قرار الحظر إلى كون الفيلم يروج لأفكار دخيلة على المجتمع، فيما طلب وزير الثقافة اللبناني من السلطات الرقابية حظر الفيلم لأنه يتعارض مع القيم الأخلاقية حسب قوله. بحظرها للفيلم تنضاف موريتانيا لدول الكويت، لبنان، الجزائر وفيتنام التي منعت حتى الآن عرض الفيلم على أراضيها، والعدد قابل لزيادة وسط السمعة السيئة التي يحظى بها.